السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوتنا اخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج على حب الحسين من أرض الحسين، أرض الفداء والولاء، عبر شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية. حياكم الله، وإن شاء الله شهر مبارك عليكم، قبول الطاعات والعبادات في هذا الشهر الفضيل عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة وقضاء الحوائج. حياكم الله مشاهدي متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية من كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم على حب الحسين عليه السلام. وإن شاء الله مثل ما عودناكم بداية كل حلقة نكون نائبين عنكم بالزيارة والدعاء من حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل العباس. نتفضل سيدنا بالزيارة، يلا اليوم نسمعها بصوتك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا من وفى ببيعته، السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا كافل الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. بتربة أودع الله سبحانه وتعالى الشفاء فيها، ومن على أقدس بقعة في الأرض يعتلي صرح حسيني شامخ يطل على قباب القداسة ورياض الرحمة، ونستنشق من نوافذه عبق النبوة المحمدية وعطر العفة الزينبية، صادحا بذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنها دار السجاد عليه السلام في كربلاء المقدسة، مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية بلغاتها الخمس ووكالاتها الإخبارية. طابقها الأسفل سرداب خصص لخدمة الزائرين الكرام، أما طابقها الأرضي فهو حسينية بجناحين للنساء والرجال، مشرعة الأبواب على مدار السنة. الطابق الأول قاعة خصصت للمؤتمرات الدينية والندوات الثقافية والمهرجانات الحسينية، والطابق الثاني فيها مخزن ووحدات للصيانة. الطابق الثالث مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الأولى الناطقة باللغة الفارسية. وطابقها الرابع مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثانية الناطقة باللغة العربية. أما الطابق الخامس فيها فيضم مكتب قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الثالثة الناطقة باللغة الإنجليزية، ومقر قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية الرابعة الناطقة بلغة الأوردو. والطابق السادس مخصص لقناة الزهراء عليها السلام الناطقة باللغة الآذرية ووكالة شيعة ويفز الإخبارية.
نصل إلى الطابق السابع سنكون في استوديو المخيم الحسيني. أما الطابق الثامن في هذا الصرح الحسيني الشامخ فقد خصص لغرف التحكم، والطابق التاسع يضم استوديو باب القبلة، وهناك غرف تحكم أخرى في الطابق العاشر. صرح رصف حجره بنبض قلوب المؤمنين، وارتفع أساسه بهمة الموالين كجسد توحدت خلاياه من مختلف الجنسيات والقوميات والثقافات والأعمار، وحدها حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فما الذي يمنعك من أن تجعل لك فيه ولمن تحب صدقة جارية على طول السنين، تنفعك في الدنيا بقضاء الحوائج وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون. التفت لغدك ويومك القادم، واجعل لنفسك ولأهلك ولوالديك أثرا حسينيا تقف عليه غدا بين يدي الزهراء عليها السلام، أبيض الوجه نقي القلب ببركة خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا الفاصل عن بناية بيت الحسين، هذه البناية اللي راح تكون إن شاء الله صادحة بصوت الحسين سلام الله عليه، ومن خلال هذه البناية راح تبث قناة الإمام الحسين مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية لكل أنحاء العالم، ونوصل ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم، ونوصل علوم محمد وآل محمد، ونوضح أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله لكل بلدان العالم. ومثل ما تعرفون مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية بخمس لغات عالمية تثبث، يعني باللغة الفارسية وباللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الأردو وباللغة الآذرية واللغة التركية. خمس قنوات إعلامية بخمس لغات عالمية تبث لكل أنحاء العالم مظلومية السيد الشهداء. يعني اللي ساهم في هذه البناية راح يكون إلى أجر جدا عظيم، راح يكون هو المساهم والمسبب بتوعية مختلف الجنسيات مختلف الأجناس من بلدان العالم، يعني راح تكون هو المسبب بالهداية العالمية، هداية سيد الشهداء ثورة الإمام الحسين عليه السلام. فإحنا من نقول دعمكم لهذه البناية ومساهمتكم لهذه البناية هي مساهمة لنصرة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لأن من منطلق أنه هذه القناة وهذه المجموعة هي تبث لكل أنحاء العالم، فساهم وادعم حتى توصل رسالة سيد الشهداء على قدر المستطاع لكل أنحاء العالم. فإحنا بانتظار اتصالاتكم على هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة، الأخوة بانتظاركم بتتصلون تستفسرون عن هذه البناية، وأيضا تستفسرون عن طرق المساهمة. واللي راح يساهم ويانا في هذا الشهر الفضيل راح يدخل ويانا بالقرعة الأسبوعية اللي نجريها كل يوم ثلاثاء. القرعة الأسبوعية وجائزتها هو القرآن الكريم أولا، والحجر المرمر المجاور لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بما يقارب 70 عام، وماء من سردابة بالفضل العباس، وتراب من القبر الشريف لسيد الشهداء، وتربة من الحرم الحسيني، ومسبحة أيضا، وراية أبا الفضل العباس اللي تكون في قبة سيد أبا الفضل العباس عفوا لمدة 3 أيام. فهنيئا الكل يساهم ويانا، اللي لكل يساهم ويانا في هذا الشهر الفضيل، واللي راح يدخل اسمه بالقرعة، وأيضا راح نكون نائبين عنا دائما بالزيارة والدعاء، يعني إن كان عنده فراغ يجي يزور، ما كان عنده فراغ يجي يزور، إحنا نائبين عنا بالزيارة والدعاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب التوفيق والسداد إلى كل أخوتنا وأخواتنا اللي شاركوا من قبل واللي دي يشاركون حاليا، وطبعا أخوتنا وأخواتنا إن شاء الله هذا التوفيق ما يناله إلا صاحب الحظ السعيد، وما يناله إلا صاحب الحظ العظيم. وايضا اخوتنا بالكنترول دي يبلغونا انه كثير من الاتصالات حاليا تورد من شيعة امير المؤمنين من كل بلدان العالم حتى يشاركون ويخلون لنفسهم صدقة جارية مع الحسين عليه السلام او في كربلاء الحسين لخدمة ونصرة آل البيت سلام الله عليهم. فيا اخوتنا ويا اخواتنا لا تحرمون نفسكم من هذه النعمة، ولا تحرمون نفسكم من خدمة الحسين عليه السلام وآل البيت الاطهار، وشاركوا وايضا خلوا لنفسكم صدقة جارية في كربلاء المقدسة تدر عليكم من العطاء والخيرات، وأيضا تكتب لكم
في جنة الخلد أيضا إن شاء الله قصور مع الحسين عليه السلام أو بجوار قصر الحسين عليه السلام، يعني ماكو أجمل من خدمة الحسين عليه السلام. فلا تحرم نفسك ما دامك حاليا تتابع القناة، والأرقام موجودة أيضا أمام الشاشة، بإمكانك الآن أنه تسجل الرقم وتتصل على الأرقام الموجودة وتشارك لنصرة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين من خلال دعمك للإعلام الحسيني، حتى نوصل صوت الحسين وشعاع نور الحسين والرسالة المحمدية إلى كل أنحاء العالم. فيا أخوتنا ويا أخواتنا، هذا باب العطاء وهذه هي سفرة الحسين، وهنياله اللي يغرف من العطاء لخدمة الحسين. وبالعافية عليكم أخوتنا وأخواتنا اللي شاركتوا من أول بداية البناية، من كانت أرض وحتى الوضع الحالي اللي هي بيه حاليا. والآن يا أخوتنا ويا أخواتنا، نروح احنا وياكم فاصل ونشوف من خلاله وين وصلت البناية وإلى أي محط وصلت الخدمة في هذه البقعة الطاهرة من كربلاء المقدسة اللي تدر على أخوتنا وأخواتنا اللي ساهموا لخدمة الحسين عليه السلام، ويشوفون بنفسهم الأموال اللي بذلوها وهدوها إلى مجموعة قناة الإمام الحسين حتى يشاركون ويانا ويوصلون صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم. شوفوا الفاصل ونرجع لكم.
نعم اخوتنا واخواتنا، رجعنا لكم بعد الفاصل اللي شاهدتوه حول البنايه والتطورات اللي تحصل بيها من خلال مشاركه الاخوه اللي يشاركون ويساهمون بعطائهم، واحنا بدورنا ايضا عندنا كوادر جاهزه حتى تكمل هذه البنايه. الابواب اللي شاهدتوه حاليا قدمنا فد اعلان على السوشيال ميديا الى اخوتنا واخواتنا متابعي قناه الامام الحسين، وبلغناهم انه بنايه قناه الامام الحسين بحاجه الى دعم ووقفه من حضرتكم حتى نكمل هذه الابواب ونكمل المبلغ اللي محتاجيه حتى انه نقدر نكمل كل الابواب الخاصه في هذه البنايه. والصراحه بدت الناس تساهم وتشارك وتدعم، وخلت لنفسها في كربلاء المقدسه باب اللي وهبها وهداها لصاحب الزمان بنيه سلامته، واللي هدتها باسم زوجها الشهيد، واللي هدتها باسم بنها الشهيد، واللي قال انه هاي يهديها بثواب ابويا المرحوم، واخوه واخوات من امريكا قالوا انه احنا هاي نهديها خمس ابواب باسم اصحاب الكساء وكثير من الناس. ووحدة من الاخوات قالت انه هاني احب اهدي ثمان ابواب على عدد ابواب الجنة، وباب اهديها لنفسي لاخرتي سبعة ابواب على عدد ابواب الجنة، وباب باسمي ان شاء الله يا رب ابي عبد الله يتقبلها مني ويتقبل مني هذه الخدمة. يعني الكل شارك والكل ساهم ودعم حتى يكمل هذا الصرح الحسيني. فايضا احنا بحاجه الى وقفتكم اخوتنا واخواتنا حتى نكمل بقيه هذه البنايه. هذه البنايه لا فقط لكوادر قناه الامام الحسين، لا، بل هاي البنايه الى خدمه الحسين سلام الله عليهم، الى زوار الحسين، الى عشاق الحسين، الى كل مسلم وشيعي ينادي يا حسين. يعني دعمها الى العطاء والوفاء والإخلاص لأبي عبد الله ولكل الإسلام، وإن شاء الله يا رب التوفيق والسداد. أخوتنا أخواتنا نرجع ونقول عندنا أرقام تقدر من خلال هذه الأرقام تتصل الآن وتشارك وتخلي لنفسك صدقة جارية تدر عليك من العطاء وتخدم سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، وأيضا تخلي شعاع نور الحسين يدر من بيتك ويشع من بيتك، يشع من داخل عائلتك، أبنائك، بناتك، إلى العالم أجمع. ضياء نور الحسين راح يشع من هذا البيت وينشر رسالة النبي الأكرم وأولاده وبناته من العترة الطاهرة إلى العالم أجمع. فيا أخوتنا ويا أخواتنا لا تحرمون نفسكم من هذا العطاء، حرامات، فرصة وجاية لحد بابك ورقم وموجود في الشاشة. ما عليك سوى انه انت تتصل وتقول شلون اساهم او عندي هذا المبلغ شلون اوصله لكم. اخوتنا اللي موجودين حاليا من كوادر قسم العلاقات والمالية راح يوضح لك كيفية المشاركة وكيفية ايصال المبلغ، سواء اذا كنت من محافظات العراق فعندنا مندوبين بامكانهم انه يوصلون لحد باب بيتك ويستلم من عندك المبلغ ويسوي لك وصل باسمك، وإن شاء الله هذا الوصل تسجله عند الزهراء سلام الله عليها لخدمة الحسين، تجبر به قلب صاحب الزمان. وأيضا إذا كنت من خارج العراق فأيضا أنه راح يشرحوا لكم أخوتنا وأخواتنا كيفية إيصال المبالغ عبر الحوالات المالية، سواء إذا كانت على الباي بال أو على البنوك في أمريكا وغير دولنا، وأيضا عن طريق حوالات عبر الويستر يونيون أو أي حوالات من مكاتب إلى كربلاء توصل المبلغ. أيضا يشرحوا لكم كيفية المشاركة وكيفية المساهمة. فإذا حاب أنه يشارك أنت موجود والأرقام موجودة، ما عليك سواء إلا أنه تتصل، واخوتنا اللي موجودين في العلاقات العامة خلف الارقام اللي راح تتصلون عليها راح يجاوبوكم ويشرحوا لكم كيفية المشاركة والمساهمة للوقوف مع آل البيت الاطهار حتى نوصل رسالة الحسين ورسالة الرسول الاكرم الى العالم اجمع. وان شاء الله يا رب التوفيق للي شاركوا، وهنيئا للي راح يشاركون ان شاء الله. طرق يعني استلام المبالغ جدا جدا سهله، يعني موجودين يعني اكثر محافظات العراق، عندنا مندوبين يقدرون يعني يجون للاخوه اللي يحبون يساهمون ويانا يعني يستلمون من عندهم المبالغ، وايضا خارج العراق
عندنا عدة طرق همين يقدرون الأخوة يوضحوا لكم هذين الطرق لاستلام مبالغكم. أذكر فد حادثة صارت، أحد الأخوات اتصلت في يوم من الأيام بالأخوة، هي تطلب مبلغ من المال، وهذا المبلغ عادة الكثير اللي يداينون الناس، يعني من الداين من يداين شخص بعد ما يعني ما يقدر هذا اللي يداينه، ما يرجع له المبلغ بنفس الوقت، لا يظل يعتبر هو صاحب الفضل، هو صاحب الفضل يعني يظل يركض وراه بس يكون يعطيه فلوسه، مثلا العام يقول لك تطب ايدك وتركض برجلك. فقالت انا عندي مبلغ ايضا طيب بركت انه الامام الحسين ان شاء الله والله واهل البيت انه هذا اللي اطلب المبلغ انه يرجع لي. نعم بالفعل اعطت مبلغ يعني قليل، اعطت مبلغ على نية انه يرجع لها المبلغ، يرجع لها المبلغ. نعم فساهمت بهذا المبلغ، استلمنا من عندها المبلغ لبيت الحسين، كان وقت برنامج بيت الحسين. نعم فوراها بشهر ها جاهل مباشرة شنو يا الله المبلغ اللي تطلبه، كان هو يمكن قالت مليون ونص او مليون، فاستلمت المبلغ ساهمت من هذا المبلغ من البيت الحسين ما شاء الله، وبدت تساهم كل ما ساهم كل ما فلوسها شنو ترجع لها تطلب هو ناس. اكيد اكيد تجاره رابحه. لحد ما من سوينا اعلان على انه البنايه بحاجه الى ابواب لاكمالها ساهمت بثلاث بيبان ما شاء الله. وشنو قالت؟ والله يا مولى حسين من ساهمت اني وياكم ويا الحسين وقلت خلى تاجر ويا الحسين هاي التجاره ما تنتهي وكل الاخرتي، بديت كل ما اساهم كل ما اعطي مبلغ يجيني اضعاف اكيد يعني اكثر من عنده. فالتجاره مع الحسين سلام الله عليه تجاره لن تبور، وانت من تقدم لله عز وجل الله راح يضاعف عليك الخير، راح يضاعف عليك الحسنات الاجر، يعني هم عطاء في الدنيا هم عطاء في الاخره، يعني انت راح تربح خلينا نقول تربح الدارين، دار الدنيا ودار الاخره. يعني والكثير من الاحاديث اللي تعطي الأهمية للصدقة الجارية، يعني أنت من تخلي هذه صدقتك الجارية في بناية عامرة بذكر الله أولا، ثانيا بذكر الحسين سلام الله عليه وبذكر آل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين، يعني أنت ايش تريد بعد من هذا الأجر؟ أكو أعظم من هذا الأجر أنك راح تكون مع محمد وآل محمد. والكثير من الروايات أنا ما أحب أنه ادخل بالروايات لان وقتنا قصير، الروايات اللي تعطي اهميه الصدقه الجاريه، مثلا خلينا نذكر فد روايه لنبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله يقول الصدقه تمنع 70 نوعا من انواع البلاء، اهونها الجذام والبرص. اللي يريد يدفع البلاء عن نفسه عن عياله عن هذه الأمة الصدقة. الصدقة هي مفتاح دفع البلاء لهذه الأمور، يعني حتى أنه تطيل في العمر، وهذه موجودة الرواية للأخوة اللي تطيل في العمر تكثر من الرزق بكتاب كنز العمال صفحة أو حديث 15982 موجود هذا الحديث. فأي إنسان يريد يدفع البلاء عن هذه الأمة عن نفسه عن عياله الصدقة هي مفتاح دفع البلاء. وين صدقة؟ في بيت الحسين، في مكان عامر بذكر الحسين. بعض الأخوة يقولون خوب احنا عندنا حسينيات، يعني يقول انا عندي حسينيات وانا جاي اعمر هذه الحسينية. بارك الله بك. بالعكس انه احنا نشجع كل إنسان يبني له حسينية اولا لطاعه الله عز وجل لخدمه الحسين، هذا الشيء فرحنا لان هو هذا احنا الهدف اللي احنا نمشي به. ولكن انت من تدعم هذه البنايه، هذه البنايه مستمره بالخدمه على مدار السنه، انت بالحسينيه مالتك تخدم يمكن 6 ايام بطريق المشايه او 10 ايام اذا كانت قريبه على كربلاء 10 ايام، اما اذا كانت بعيده مثلا بالكوت على طريق البصره يمكن من 6 ايام الى 10 ايام الى يعني حسب حسب المسافه حسب انتهاء المسافة الزوار المصرية. حسب ما ينتهون الزوار. نعم. وبعد يعزل الحسينيه مالته ينتقل الى كربلاء. الى كربلاء. نعم. فاما هذه البنايه وهذه الحسينيه لا عامره بذكر الحسين على مدار السنه، الصيح لبيك يا حسين على مدار السنه هي توعي الناس وتثقفهم، فاكو اعظم من هذا الاجر. فانت من تساهم في هذه البنايه من تعمرها الله هيعمر لك آخرتك، لأن من وضع حجرا
في مسجد في بنى الله له قصرا في الجنة. ما أذكر مضمون الحديث. اللي يخليه الأحجار في بيت الله عز وجل في بيت الحسين الله راح يبني له قصر. شوف شوف الكريم، شوف الله عز وجل. أنت أحجار تقدم، الله يقدم لك قصر. وإحنا أيام كريم أهل البيت. أكيد الإمام الحسن سلام الله عليه اللي كان فاتح مضيفة لكل يعني لكل المسلمين وغير المسلمين، هو يستقبل، هم أبواب رحمة يستقبلون. هو سمي بالكريم، بعد سمي بالكريم، كريم أهل البيت إن شاء الله يا رب. أخواتنا وأخواتنا، قلنا لكم أرقامنا موجودة أسفل الشاشة. حاليا بإمكانك أنه تتصل وتشارك وتساهم وتخلي لنفسك في كربلاء المقدسة مثل ما تفضل الملة حجر، وهذا الحجر شنو يدور عليك؟ من العطاء، من التوفيق، رفع البلاء، رفع الوباء، حفظ عائلتك، سلامتك، سلامة أهلك، وأيضا مقابل قصر يكثر من رزقك إن شاء الله. التوفيق والسداد إلى كل أخوتنا وأخواتنا اللي ساهموا، وهنيئا للي شاركوا. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، لكن موعدنا وياكم ما انتهى. بكرة بنفس الموعد ونفس الوقت الساعة 12 عبر شاشة قناة الإمام الحسين ومن بين الحرمين ومن بداية شارع الإمام علي، حلقة جديدة وإياكم عبر شاشتنا، شاشة قناة الإمام الحسين، برنامج على حب الحسين عليه السلام. كنت معكم أخوكم سيد عماد الحكيم وخادم الحسين الملا حسين الكربلائي. في أمان الله. في أمان الله.